السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. صباح يوم جديد، صباح مشرق، صباح إن شاء الله سرور وراحة وفرح على كل من يسمع هالكلام. السلام عليكم. Good morning. صباح الخير. How are you? ما شاء الله كل شيء تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا محمد. شو هذا؟ ما كيف؟ ها؟ من وين؟ ليه؟ فتتنا لوبيا اليوم. يا سلام على همان زمان الطيبين. وهذا الشباب، هذا الشباب اللي أطرافه يمحرق وحمر. شو القرص؟ وريح تضرب في خمارة الرأس. يلا من حقه هاي بطة هاي؟ اي حقه من سنفر صلاح. وهذا شو؟ أبوس. ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم يا الخبز مرة متنفخ تبارك الرحمن. توح يمسوينا ها اللي تحرونا شعرات الروتي ها ترى ها ها شفتوا ايش قايل؟ نبيعينكم عين من داخل ها شو خبزة بخبزتها ها شو ما شاء الله شو ما شاء الله مشكورة مشكورة يا هدى على هالخبز الفنانة. أبى ياليو جامبو زين أبى ياكليو صح. تعلم سواحلي شو تقول لك الحين؟ جامبو سانا لو سانا زين لا صلاح سواحلي حبيبي لازم تعلم سواحلي خلاص عربي وتعلمت شباب. سوا شاي. 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 هاي كلمة بالطويلة لا لأدنى عنها هاي كلمة فيها يمكن ما شاء الله حوالي 30 لـ 40 همبا. ثمرت أول ما تديرنا البيت أول ما تديرنا محمد بن زايد وسكننا في محمد بن زايد كانت ثامرة ثمرت سنتين وخلاف ودرت الحمال مدة يمكن 8 لـ 9 سنين. يوم عدى السنة الحمد لله حملت جابت يمكن 10-15 حبة وهاي روحها توها حاطة التوم وشي شرات على أكبر عنها وما بتوم يعني على أطول عن الكف واللد ليه في الدنيا كلها فيها الهمبة. نوع الهمبة هذا زبدي نوعها زبدي الزبدي يعني معناته شرات الإشحمة من داخل ما بياي ألياف. وهذا وقت العودة الحين وقت العودة صباح الله خير. هذا وقت اللي بيتدخن الحين. يلا صلاح دخنت له بعك صلاح صلاح يا الله متعني ومتصرف خل كل شيء بس أقولكم أدري بعمري ناش من خير اليوم البحر مسرطي شيء قرقطني هنا ما طاعي خوز أرتاز شو هذا؟ زين انت شو؟ سيارة انت زين شو ماله؟
ما القرطاس قرطاس حبيبي الساعة 10:30 11 موعدي وياه الرجال لا اليوم في يا سمو الحبيبي في لا خلاف 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 بحيل كل شيء شو تبى بديه شيء زين ما شيء مشكل الحمد لله خير وايد ها الرطبان مكود حق بدرية وغير بدرية اللي تامر اللي تامر عليه وين تبى تودي انت الحرمة اللي في بنياس انزين وبعد بس وبدرية بدرية وتبى تودي حق ربيع اكل بنياس ان شاء الله حبيبي ان شاء الله خليه يسمونه جسمين جسم ودي حق بدرية وجسم حق ربيع شو يعني قرطاس لا لا القرطاس انا بسير اول بسير بطالع بتنقى بنتفق على السعر بنشوف شو اللي موجود وخلاف حبيبي اول بنودي سيارتي انا وعقب سيارتك انت ماشي مشكله انت يوم بنودي سيارتك بنعطيك سيارتنا صغيرونه شو رايك ليه تذهب السياره اللي تشوفها انا ما عندي مشكله لو الزاهبات ما انت على حسابي لا مين زاهبات يا مرحبا بالبنات يا مرحبا من الحنايا good morning good morning sir how are you how are you here here you bring here here لا no table وين table no here here خلاص خلاص here thank you very much هاي حق منو مدام اي بعد من الحنايا how are you everybody said من الحنايا we never see her smiling why I really smile هذا حقك انت حين مالك هذا الخيار تبك ما بصار شباب لا هذا مشكله ما في مشكله هذا من الحنايه yes you are not smiling you are I always smile sir okay now we need you to song yes one Swahili song يلا anyone sit near Salah and song for him يلا ملايكا اسمعوا بنا ملايكا نعملي فايجي في جانا مزيون نشيدونا مالسينا وين شو صلاح حلوة الأغنية؟ ها؟ ما بحلوة؟ ها؟ يا ملانكا ما تعرف يا ملانكا؟ ملايكا 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 اوكي سو اول توجذر يلا 1 2 3 يلا كويكلي نير ايتش جذر يلا عاد يي سناب يوجف ملايكا ناكوبندا ملايكا نعملي فايجه كيم جانا مونزيو نشينونا مارسينا وين Kenya yetu hakuna matata wageni mwakaribishwa hakuna matata Kenya inzi nzuri hakuna matata Kenya yenye imani hakuna matata ha thank you ha Salah حلوه يلا حين تعطيهم بخشيش وين رجوع بابا لندن بيودن الحين حق لندن عليكم السلام شايف جود مورنينج جود مورنينج مهر ها شو بلاك دواركا شو بلا شو بلا صراحه شو تريد تريد من هذا من هذا تريد ها هذا حبيبي بخدوم بيصير دار بعيده اي ما شاء الله ما شاء الله مشكور يا مهر مشكور مشكور يا مهر هذا نمونه وحده لا نمونتين ماما واحد ما شاء الله ما شاء الله هذا بعد غير نمونت هذا اصفر لكن شويه في جدل القعامه لون حمر شوفوا اسمه ما اعرفه شو اللي عرفه يوافينا من ذو الخبره شيء اربع لو خمس صرمات هالنمونه ها هي ما شاء الله توها حينه ما يخلع شو ايش قاعد لا لا
لا دالو وين ما شيء مكان حق دالو. لا يب 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 واحدة أكبر. اسمه دالك يسر دالك. كيف قاله؟ شو كيا قالي؟ ما لا تخلطه. يا لدوي أنت. هذا بارك الله فيك ترى جسم منهل. هذا جسم منهل. وهذا بيصير ما يلعب وين وهذا وين وهذا وين. الحمد لله. شو رأيك صلاح؟ رقم واحد. أنت وين تبى ود الحين؟ أنت جسم مكانين. زين. أما الحين. على هواك حبيبي. على هواك. تعال تعال معي تعال تعال بالأفن مكتب سين هنا. تعال ندخل الزراعة شوي. هذي أخبركم عنها الهمبا. عليكم السلام أبوي. هذي أخبركم عنها. هاي عجبة العجاب. نسيت اسمها. لازم اتصل في خبير المنقى. هي دريبها التوم طاحت صح؟ ما في تعليق. أنت قصيته؟ يا الله يقص وريد عدوان الله. لا. شايف انها انا من البارحه ليش قصيته يا بش اسمك؟ شيء هنتين ثلاث كلهن نص انضوي، انا بالعاني مخلهن لان ما شيء كمي وايد منهن هذيل. شو ما شاء الله اخواتها. شو ما شاء الله. ها هي شايفنهن؟ لا ما يحتاج تخبرني بحاسبنهن. هي حاسبنهن ابو حاسبنهن لا تحاتي. لا توصلي تيب لبجا. هذا ابوي البرتقاله. ها برتقال عادي ما برتقال بسرة. هذا لازم ينرش برش عن ذبابة الفاكهة. مشكلة عويصة، مشكلة كبيرة ذبابة الفاكهة. وهذا الوقت تضرب، فلازم شيء رش عن ذبابة الفاكهة. شوف ما شاء الله الهنبة. هذا بعد الهنبة بعد ما تروح تقطع من الحين ولا تروح في يوده، لأن بعده ما بشر ما بلغ شيء منه. هذه خبرتكم عنها أمس، قطعنا منها تقريبا 10 وحطيناها في بيونية ولفيناها، وإن شاء الله بعد 8 أيام أسبوع بنروي فيها. حتى لو مزارع شاطر، حتى لو مزارع فنان وما شيء شرات، لازم أي راعي المكان ويرويه لازم يستغل. تعال مهر. أنا ما بقايل لك هذا. ها شله هذا لازم ينشل. هذا هو يشله فحليه، يشله ما يقصر. لكن سبحان الله يستوي له بنادم الانسان. هذا الركن كامل قصه من العكر. ثنيها مشاره. شوف وهذا ها هاي يسمونها سرطانات. ها تعال تعال. هذا لازم تشلله. شوف هذا يضعف فلتشيره. هذي هني هلا تخلي ولا واحد منهم، كلها خل بس هاي الغصون والركون هاي الكبار هاي خلهن. هي اللي تحت من هذا وتحت. ها شوفها هذا. ها هذا لازم ينقص. ها قال لك من قبل. ها هذا لازم ينقص. ها شوف هذا بعد واحد اخوه ثاني. ها شل حين سله. ايوه هي ايوه هاي كلهم يشلونها ما يخلونها حسب تتقوى. ها شله. هي 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 هاي لازم تشلهن. هي هذا كله. لا شله ها كلهن ينشلن، يخلون بس اللي فوق. ها شوفن هذا. ها شوفن. ايوه مرة لا تخليهم. ليتك الفيفاي مزروع في أول ظهور السهيل، ولا كان الحين كل حبة مش أقل عن 2 كيلو وزنها. كم الله كتب لنا نصيب، لكن إن شاء الله إن شاء الله إذا الله جعلنا في العمر بده إنه السنة بينزرع في شهر 9 أول الله. شوف كم تحت الدنيا والدين. انت تغفل يا مهر، انت تغفل. ها كل لقطة هي ترى قال لك من قبل. انا يا مهر بدال الودي 1000 ودي. ها كل ينشل، ها كل ينشل ما يتم ولا واحد منهم. هاي يسمونها السرطانات. ها تتعب اللومية كلها يشلونه ما يخلونه ابدا. ها كل ينشل. هي هي شله. ها وين ظاهر؟ فوق راسي انا؟ ترى فوق راس الركن.
قصر. هي لازم هذا مرة تحوط عليه ها وأي غصن يابس تشله. أي شوف شوف هناك شوف هناك شوف شوف وايد كله وايد وايد الحين حد زمان أشوف والله هنك يا مهر والله هنك يا مهر بزعل منك تراني. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله البربلية من شلينا عنها بويه ثمارها وحمالها اللي فيها طلعوها أظهرت بكل ورق جديد أظهرت ورق جديدة شو ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله كلها والله ورق جديد كامل إن شاء الله الحول بتشوفون وراها العجب السنة أكرمناها وحشمناها وشلينا عنها عيالها قبل بوي ما يمهطونها مهاط الحمد لله رب العالمين نعمة يبقى لها حمد وشكر اللهم دمها نعمة فضها من الزوال يا أرحم الراحمين. شوف ورقة الهنباء تبارك الرحمن تحرها ورقة غليون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف ورقة الهنباء هاي من عجائب الدنيا الهنبة لكن السنة ما ثمرت إن شاء الله الحول إنها بتثمر ما نريكم شوف ذراع ونص تحيدون هذا اللي من أمريكا هذا غايته الحين وقته أي إنسان أبوي يحس بقرقطة في مصرطة هذا الوقت شو دواركة ديز هنتين في الليل قبل الرقاد زي وخلاف أبوي يوم عديك النهار متخطف 12 ساعة تسرط بعد هنتين من هاي يعني في اليوم 24 ساعة أربع حبات هنتين في الليل وهنتين في النهار أنت والخير أربعة اللي عندنا العمال في البيت كلهم يهدوا يتم القرقطة هالي يثنينا وأول ما يتم عطيناهم هذاك اللي هو حفير حرام إنه فقير ما يرموش العمره غايض قبل تمام غايض ومعاند ما يبقى ياخذ الدواء وعزرت عليه واشهد انه حين دتش انه حصان انه موجود في الامارات ما موجود ما ادري لكن 90% اتوقع انه شيء في الامارات منه لكن الله العالم هل انه بنفس الجودة ولا يختلف ها شيء علم عند الله سبحانه وتعالى. صلاح ابوي صرح يجسم رطب يعيبه الجسام ويعيبه يودي ويعيبه يوصل العرب يا فرحة ماكل اللي كبدي وين ما القرطاس وين ما القرطاس نحن النوع العازل والجلاد اللي نباه بعد ما وصل توه واصل الحين وصل ياسمون قبل 5 أو 7 أيام واليوم بعد قال لي راعي المكان وقال لي خالد ترى وصل سامعكم تبتون قلنا بأن وصل اليوم وما نبات نكون عيلين نبقى أول بعد نسوي سيارتي وخلاص سيارة صلاح قال إن شاء الله عبسير أتفق وياه على السعر اليوم. بالنسبة اللي تخبرون عن طريقة الكباب والخبز المغربي أي شيء طبخات نحن نخدمها في بيتنا موجودة على الانستغرام وموجودة على اليوتيوب وموجودة على اليوتيوب فما في داعي الواحد يسأل كل يوم نفس الإجابة كل يوم هي لبيس ما يستوي. تعال شو تقول؟ في نقال في دود كبير زين الحين شو حالي يعني سوي الترتيب هذا؟ وين حاصل دواء؟ دواء اسمه الدواء مال عاقور اي نعم دواء مال شو؟ عاقور انت عندكم عاقور لازم عاقور يرش دواء داخل في الجلد ان تحت هي في الجلد مال النخل اوكي يوم ماي متروس يسوي ترين خاشوقه داخل هذا الماي ايوه هو على طول يظهر بكره ان يستوي موت يطلع لازم دواء مال شو مال عاقور اوكي ايوه ان شاء الله سلم على ارباب مالك السلام عليكم. اسم اربابك مبارك القبيسي مشكورين يا بيت مبارك انسى عاد انا اسمه ها يا افتح الطاقه شنو تشي بسرعه عاد ايه هذا اقول لكم انت ما يروم يرمس شوفوا الحين قوي العفاريت ها شو عاده ايوه بارك الله فيكم بعد يلا الثاني انقفض بعد شو هذا
يا سلام يا سلام يا سلام. قولوا حق أرباب شكرا جزيلا، وحق بيت كامل هناك. شكرا 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 شكرا. عواوين تبارك الرحمن، عواوين عواوين. شو ما شاء الله شو ما شاء الله يا شيخ. النخل ترى على فكرة كل شيء أبو ظبي شيخ، كل شيء أبو ظبي شيخ. واللي ما يشيخ في أرض أبو ظبي ما راح يشيخ مكان ثاني. الأرض طيبة، فأي إنسان ما بتعيب الحياة في أبو ظبي أو إنه ما بيندمج في المجتمع الإماراتي معناه هذا إنسان شاد، يدور له غير عن الكرة الأرضية هذه. لأن أبو ظبي الإمارات ككل، الإمارات ككل اللي ما يتعايش فيها عبارة ما يروم يتعايش مع أي جنسية أو أي مخلوق كان، فيدور له كوكب ثاني غير كوكب الأرض. إذا ما نجح في الإمارات ما راح ينجح في أي مكان آخر، مستحيل. لأن أرض الإمارات أرض خصبة، أرض خصبة كل شيء يود فيها. إن حطيت انخلة، إن حطيت شيارة، إن حطيت بناي، إن حطيت مشروع، إن حطيت عيال وتربية وتربية وربيتهم على النهج القويم، رب العالمين بيطرح فيهم البركة، بيستوون رجال ريالهم عن ألف. الرجل إماراتي عن ألف في من سواه. شو السبب؟ تربيته ونشأته نشأة صالحة، نشأة صالحة. والتربة الإمارات تربة خصبة، كل شيء زين فيها. معلوم شيء يبقى صباخ، لكن حتى الصباخ سخرت الحكومة لخدمة المجتمع. والشخص اللي عايش في هالدولة متنعم ولله الحمد خير هالبلاد وفضلها، وهذا كله من عقب فضل الله سبحانه وتعالى. كل شيء يود ويطيب ويزهر وينع ويغل ويغدي من أروع ما يكون. شو السبب؟ كل سبل الراحة متاحة له، كان بنادم ولا أشيرة ولا مصنع ولا طيارة ولا مشروع، أي شيء تحطه في دولة الإمارات ينجح. ما تشوف أنت كل العالم تهاجر من بلادينا تعيش في الإمارات، تجيب رؤوس أموالها بيزات، تجيب بشيء يعرف وشيء ما يعرف من كثرة، أرقام مهولة تسوي مشاريع في الإمارات. ليش؟ لأنها أرض ناجحة وحكومة ما شاء الله مسخرة آلاف الموظفين لخدمة الناس اللي يجون للبزنس، اللي يجون للأشغال، اللي يجون يبون يعيشون في هالبلاد الطيبة، اللي يبون يتمتعون بهالأجواء. معلوم بلاد وقت حار وقت حرورة وقت برود والجو، اللي أهم شيء عوامل إنجاح، عوامل إنجاح العمل، عوامل إنجاح العمل. هل أنت بتسويه كانها تجارة منزلية ولا تجارة صناعية ولا كبيرة ولا صغيرة، كل فئات، حتى الطيائر في الإمارات تتصنع، الدبابات تتصنع، الأسلحة تتصنع، مثل ما قالوا المصريين من الإبرة للصاروخ، من الإبرة للصاروخ، كل شيء موجود في جداري. يا الله يا رب تحفظها من دار، وتحفظ إن شاء الله حكامها، وتحفظ كل من وطتري لها الدار الطيبة. فكل ما يوم يزيد كرت الإمارات رفعه وشان، وكل ما يوم يزيد كرت الإمارات علو ونهضة وارتقاء. كم يسوى أمس الخبر هذا اللي نزل؟ يسوى الدنيا وما حاش حوشه. يعني الله يطول بعمرك يا شيخ عبد الله بن زايد، ويحفظك ويمد بجلك، يطول بعمر ان شاء الله من رباك، ويرحم ان شاء الله الشيخ زايد، ويحفظ اخوتك، ويحفظ ان شاء الله الشيخ خليفه ولي عهدنا. كم يسوى يوم تميزنا نحن واصبحنا نحن عاشر اقوى جواز في العالم، عاشر أقوى وثيقة سفر في العالم، في الدنيا العودة كلها. يا الله يحفظك يا شيخ عبد الله ويطول بعمرك، ويزاك الله عنا كل خير، يزاك الله. ولا روسيا، روسيا هاي البلد العظيمة، وين تعفي حد عنها فيزا؟
عن لويز كلها أمة لا إله إلا الله ما تصير روسيا لأول ويزة والإمارات أبوية فضل من الله والقيادة الرشيدة وحكومتنا وخليفة وإخوانه ومجهود الجبار اللي خلى الشيخ عبد الله بن زايد على الله يحفظه يتفوق بجهوده على كل بلاد في الدنيا العودة ويخلي روسيا توافق ان نحن في الامارات نحصل الفيزا مني والطريق لا هود ولا هدا. هذا كله بشو مجهود جبار من وزارة الخارجية جزاهم الله خير اللي فكونا من صدعة وديانة لويز. نعم شكرا وزارة الخارجية، شكرا لكل موظفينك، شكرا لكل الدبلوماسيين، شكرا لكل من قام وبذل جهد لإنجاح هذا الحدث اللي ما شي شراته ولا شي كبره في الدنيا العودة. وكدنا العوادل أبوي قيح للي في كبده قيح، قيح للي في كبده قيح قيح. الحمد لله رب العالمين، هذه روحها نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. شكرا يا الله يحفظك يا شيخ ويطول بعمرك يا عبد الله بن زايد ويبارك فيك وبذريك ويبعد عنك الحسد ويبعد عن كل مكروه. هالمجهود الجبار ترى ما يمني والطريق يا ابوي من عقب نطة ونطيطة، يا من عقب جهد وعناء وجولات مكوكية. روسيا ابوي راسم يابس يتكسر على راسم على ما قالوا هالبحرين العنقيش من يروم لهم. اشهد ان ابوي لين الحديد، كلمة طيبة تظهر الغول من السراب وطيب عيال زايد بتخطي ابوي كل الافاق. فلذلك رب العالمين ميسر لهم كل الامور وان شاء الله من مزيد الى مزيد، من علو الى رقي الى ابدا فوق هام السحب. نعم فوق هام السحب يعني الله يحفظها من دار ويبارك فيها. انتو ابوي تراكم على الحينة ما في ديزني لاند ولا ابوي في سيلاند اللي هاكله وصورت لكم اياها اللي في اخر الدنيا وين بيصمي ريالها. ابوي انتو في ياس ايلاند، وياس ايلاند شوفوا شوفوا فيها يميع الالعاب والملاهي والدنيا. شو بقولكم شيء ما تقول انت في الخليج اصلا، ما تقول انت في شو بالله عليك اشياء تاخذ العقل. لكن يبقى ابوي حد يصير ويي، يبقى حد يصير ويي شو بالله عليك. كلها ابوي مكلفة مليارات المليارات ويشتغلن ابوي من يصبح لين يمسى. حد ابوي فوق توي يفتح ما بحال يصور شو الالعاب وين ما تصد العب. مدن 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 كلها ترفيهية، مدن كاملة كلها ترفيهية. ها. هاي فراري وهذاك ما يسمونه هاك قطار الموت وما ادري شو شوف شيء وايد. باركنا تبارك الرحمن في وفره وكلها فري. الباركنات كلهم ضلالات ومكيفات والدنيا شوف اقول عايشين والله نحن في رغد وفي نعمه. اللهم ادمها نعمه احفظها من الزوال يا رب العالمين. ويا انا من الصبح يا استر ويا هالرجال. هلا مايد السلام عليكم. كيف حالك؟ خير. كيف انت؟ خير ما سلمش حالك. الحين الوادي يبون يعرفون منو هالرجال اللي انا وياه. مايد بن عبد الله مايد. والله ونعم هذا مايد بن عبد الله بن مايد ومن هل البطيل من هل البطيل الاوليين يا ابو اللي ما غيرت الله يحفظكم تطورات ولا الشغل ولا البزنس يا الله يحفظه ويبارك فيه. فرحت بشوفك جلست وياك جلسه مطوله وان شاء الله الله يقدم لي فيه خير وصلاح. امين ان شاء الله. تسلم. مشكور الله يحفظك. جتني مكالمة واشغلتني ودخلت ابوي بدال ما ارد مدينة محمد بن زايد طع وينيت انا جيت ابوي جدة السعديات، بدال ما ارد نكس من عالي جيت ابوي طريق السعديات طع
وين وصلت بالله عليك؟ طالع وين وصل؟ طالع وين وصلت لك؟ الحمد لله بعد حي وحاي وبيع مسابيح. هي شفت هالمكان اللي ماتت شفته من لك 600 سنة. شوف الله عليك. طالع ابو ظبي شو غدت؟ طالع ابو ظبي شو غدت؟ شوف ابو ظبي شو غدت. يا سلام سلم. يا لمسلم يا سلام. يا رب البيت والحرم تحفظها من دار. يا الله. شوفوا طمشوا تعالوا. شوف الدنيا شو غدت. باهيو باهيو. شوف الشوارع. ولا تديت السعديات انا. عدي بهالسعديات الاول. يوم نحن صغار. ودونا من المدرسة رحلة. فيها شعبية يسمونها شعبية الرميثات. زين وني السعديات بطراد طراد بوانيش لنجات ظهرونا مدرسة من المدرسة يبونا رحلة. الرحلة هاي الله يحفظكم السعديات فيها محميات محمية فيها اللي يبيعون الخضرة يعني خيار وطماط وخس ما تشوف ملفوف طحنة الزمان كل الخضرواتتي من السعديات الأول. وعقب ما أدري وين حولوهن ولا منو مالات هن مالات البلدية هن مالات ما أدري والله كذب يعداكم 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 ما أدري منو له. وطالع وحيد شو غدت الأول يبوننا رحلة مدرسية رحلة مدرسية السعديات وطالع شو غدت يميع الأبراج ويميع الدنيا ويميع المشاريع. شوف الله عليك. شوف أبوظبي شوف أبوظبي أرمس وتحجى. يا سلام سلم تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله خير الخالقين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له بمقرنين. لو ما بابوي الله سخر لنا البترول وبتاع استوت التجارة والله حط ابوي خير أبوظبي عند ناس امينين او عند حكومة الرشيدة سعت ابوي للاعمار لاعمار البني ادم واعمار البلاد. شوف شو غدت بلادنا شوف شو غدت غدت بلاد تبارك الرحمن. لا شيء قبلها ولا شيء عقبها. وين ما وين روسيا وين روسيا بترمس عقب هذا كله؟ وين روسيا بترمس عقب هاللي تشوفها روسيا يوم تشوف بلادها النمونة في جيل يا رب في جيل يا رب ارحم. قدت بلاد ابوي في مصاف الدول الراقي وفي مصاف الدول الاولى. يعني كيف ما بتغدي بتوافق بتوافق وعينها ابوي سمونه بتوافق وهي تضحك بلاه بيوافقون ونص يحصل لهم الشرف والله انهم ابوي عطونا نحن ندخل بلادهم بدون ميز لان ابوي شافوا الشيء عدل. شوفوا بالله عليكم شوفوا بالله عليكم اللي صاير مدينة محمد بن زايد ظاهر من ياسمول ياسمول ياس ايلاند طالعوا وين تنبأ تنبيت ابوي المينا تنبيت المينا. شوفوا والسبه واني صاير جزيرة ياس جلست ترمس التليفون وانشدهت كان حد يروم يشده التليفون انا الحق ما تلحق الحق ما تلحق الحق ما تلحق. يا شاء الله يا البوبر الحق ابوي عصيد البوبر ها شوف الكبرة تغني يا ليل تغني يا ليل تغني يا ليل تبارك الرحمن. شفتوا البوبر بالله عليكم كل كل بوبر طن شو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خيرات الله الدنيا مريودة. طب العدل طب هالعين طب هالظاهر شوف انت ارطاب هذا الخنيزي شوف هذا ارطاب ما بارطاب انت تراوين ارطاب السوق ارطاب الشارع شوف انت ارطبات هني ها والله انها تكون سكر من حالاتك. شوف تعايا وش منها تنقى هذا ارطاب ما بارطاب يوم تمدح مدح شي طيب ما تمدح الا بس لان بيتك. شوف ارطاب شوف واصل البيت هذا سيري يا الله واصل ما في عيني قطرة. شوف الله عليكم مطر 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 مدينة محمد بن زايد ها طاش قايل الدنيا
أقول لكم مطر، هذا أبوي مطرنا نحن، شوفوا متى بغينا يانا على هوانا، متى ما بغينا المطر يا أيوة. ما أقول لكم مطر على حسب الطلب، استغفر الله العظيم. بينة والله ولا يبين، شوفون انتو الله يبين ولا ما يبين. احنا كنت ضاربكم العش وما تشوفون لين هكذا، انا اشوف كل شيء، الدنيا كلها مطر، بس لمدة 5 دقائق تبرد الدنيا كلها على الزراعة الحمد لله. هذا يعلى الله يحفظكم غداي، هاي شوربتي اليوم، شوربة أظني شوربة قرع، شوربة قرع، وهذا لوبيا، لوبيا أو فاصوليا لها اسم، هذا هب لوبيا، شرات اللوبيا هو مبلوبيا ما أعرف شو من هني، خلونا على الضوء هباب ما تلحق الضوء عسب لازم يستفيد منه، جسم يستفيد منه، إذا تطبخه ولا تفوحه ولا تسويه يغادي مرة مهري، فغاوي يوم ينقرض غير فنان ما شي شراته. وهاي شربتي هذا هدية حق انت، هدية حقينه من وين؟ ما هو يقول لي انت عارف. انا اعرف؟ والله لا اعرف ولا عندي خبر. تعرفين انت؟ هي مطرشين ابوي مسج ما اعرف، الحين بطالع، يلا خله هنا خله هناك. ترى ابوي للحديث بقية، نسيت اخبركم ان يوم ابوي قبط طريق من ياس ونزلني جل الضب السعديات وظليت الدرب، ابوي ما وعيت بعمري الا جدات شبرة السمك ونزلت وطالعت، وقلت لكم ابوي شيء عندهم سبيدي، شوف الله عليكم شو سبيدي مكبر، هذا حبلها هذه 100% فيها حبل، شو سبيدي، زبيدي كويتي، هاي عاد باكر ان شاء الله بيكون غدائي ان شاء الله، شو ما رايك ما زينه، شو ما زينه ما زينه، صيح ذنيك سليمان القصار، تم هناك في امريكا انت، تم هناك ابوي الاستيك وما ادري شو ما ادري شو، صيح ذنيك القصار، صيح ذنيك القصار، شوف هاي العود منهن باكر حق غداي، هاي فيها 600 جرام، لا هاي هاي 600 جرام حق بكره زين، وهذه شويه ادنى عنهم 500 جرام حق اليوم العشاء اوكي ان شاء الله، هاي بكره مشواي وهاي اليوم مشواي، لا تربط انا ولا تنظفه اوكي، بس نظف اغسله زين ما زين، بس بملحه وريحه كركمه زين، وهذا غداي اليوم الله يحفظكم، هاي زبيدي حق اليوم، هذه هاي غداي زي سر هكو الدرب، هذا غداي، شو راسه وين، شو تحرون تقعود، هذا الراس، هذا هو كله، شو أخير بلح بلح الزبيدية ترى ماشي شرات تسمك الدنيا العودة، يا سلام لا الله من يلومكم يا الكويتيين في حبل الزبيدي، لا الله من يلومكم، شوف بلح الزبيدية ايش قايل، شوف شوف الله عليك، شيء غريب عجيب، سبحانك يا رب، اللهم ادمها نعمة احفظها من الزوال. ها حبيبي فاز سرت اليوم ها شو حبيبي. كل شيء زين كل شيء زين يلا لا لا اسبوع الجاي حبيبي اسبوع الجاي هي علمون حينه طاح وطاح لبعضيمين يلا ابو يلا قهويت انت لو بعدك تمام خلاص كل شيء زين تمام منو عندكم وديت رطب ولا لا تمام خلاص شو زمان خلاص وسهل وديت رطب له لا ايه خلاص وين وديت
نسيت الطوم. الطوم الطوم بنياس. اي وبيت بدريه. اي بس زين زين عليهم بالعافيه. شكرا. بعد تمام. منو تمام؟ الدبه. هاي دبه. قول ما شاء الله. قول ما شاء الله. ما شاء الله. قول ما شاء الله. حرام عليك تنضلها. روح قادي يلد عظم. العرس. عرس احمد. نبي يودي قي سيارك. ترى سيارك موجوده. لين هاك اليوم بيكون ذهب المخفي. يلا كلكم سيتنا معلومه ان خبر صلاح ان المعلومه اللي عنده غلط. ليش؟ انه صلاح خبروه عن شيء بيلس مصر ولا بيغير راي لين حتى عقب هاك اليوم. صلاح ترى اسد بيودي الحريم هاك اليوم. انت تصير وياي العين. زين بنصير 10 دقائق بنزف المعرس وبني. شو رايك؟ الحمد لله. تبس بشت عادي يوم غايته. انا ما اطنس حبيبي. اسد شو بلاك؟ نسيت انا. بينزل بينزل ما نساه. شو تطلب شو يطري؟ يعطي هذا اللي قايل اللي ما اخذ شيء يرده. يلا يلا بيجيبون متعني متصرف. يلا منك. ثانك يو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا خراف العصر تبارك الرحمن. يلا يبي 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 صيان من هاي. يبي ثلاث هداهن. هي هي هنا. خلي خلي انت ما دام هي بتخدمك. يبي انت الحين صياني بعد انا درتو. والله يا اتس اوريدي بيج ذا بيج وان ذا سمول وان كلاس نو اي تش وان اور تو نو سام تو تمور تو دي ريسيرش مورنينج. يا الله ها حسب شي نقول لكم ما شيء. ناو سند وان اوف اور هاد ذس تو اور نيبرز تو برينج وات وي سيد. تفضل. يلا اوكي سام. اقول لكم التفاح هذا ماخوذ متى؟ ماخوذ الله يحفظكم قبل كم قبل اسبوع اظني. قبل اسبوع قبل اسبوع. لكن في الدنيا العوده هذا من سبنس. لكن في الدنيا العوده اللي ما طعم من هالتفاح يصير ابوي سبنس وياخذ منه. شفتوا الناريل يوم يتقرض؟ لكن بدال طعم الناريل بتلقطون طعم عسل ومديوف بالتفاحة. شيء غريب عجيب. اللي ما يرب هالتفاح بتلقطه. هو على فكرة أغلى نوع عندهم. يوم يقول لك التفاح زي غالي ثمن. شيء غريب عجيب طعمه لا صار ولا استوى. يتقرض تقريض وحلو حلو شكر. حلو أني أقولكم شكر شكر صريح وموجود بس في السبنس. نسيت بكم ما أقول. وهاك اليوم ما صورته لكم. صورت يوم انا الله يحفظكم ماخذ نفس بنس. عيبني شكله ولا ما اعرفه. ما اقول لكم اني ساير وعندي زود عرف في مشترى التفاح. عيبني شكله واستغربت. استغربت مني يعني انه عنابي داكن ما بحمر. لا شيء هاك سويت ليدي عندهم شيء ما ادري يسمون مليون نوع. لكن هذا اول مره ييهم. لكن شكر ريج لي عنده عزيز ام ولا اخت ولا خاله ولا بنت ولا يبي يبرها ياخذ لها من هالتفاح. ياخذ من هالتفاح ما يوجد الا في سبنس. شكر ريج شكر بمعنى الكلمه. موجود في سبنس لي في الخالديه. مهر هاو ار يو؟ توني يا توني توني يا توني توني يا توني توني يا توني حليلك يا توني. تدري شو هذا؟ هذا الله يسلمكم أمس البحر. كنت أنا ومحمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله بن شيب القبيسي نطري. أقول لهذه الحين ماخذين دري والدري الواحد كام مطولة عذاب. آه. لا من دبي. الدري هذا عذاب. كل من بغينا نعدل شيء ولا شياته تجي قال فعليك ويتصل ابوي في شركه وحين جايبين لنا الدري. هاي مال اللي تطلب في الانترنت. لقط دري ابوي ارتفاعه 7 امتار. 7 يعني فوق هذا فوق هاي اللي نحن حاطينه بعده بقامه. ها هذا ابوي غدي 7 امتار.
ها شوف 7 متر هذا 7 حبيبي ها دري دري حبيبي ها دري ايه افتكينا افتكينا من حقل دري اللي سويناه تفصيل من بيب 4 ريايل ما يزحزحونه من مكانه قرب الله تمها مال دوت كوم ما يغلبهم شيء شوف شوف الله عليك مشكور يا محمد بن عبد الله مشكور يا محمد بن عبد الله القبيسي ما قصرت اسميك حجيت ها يلا اركب خوف منو مينون لا عيب حبيبي ها تخاف ما بيطيح محمد مهر اركب انت اركب اركب يلا سر فوق فوق طيري يا طيارة طيري يا ورقوج خيطان ما ادري قايل تصغيرة تزحلق على الخيطان ايوه ايه حبسيت تتكود هب بعك فوق 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 يا سلام يا سلام اسمين نفتكين نفتكين والصدع ودي انا بس خلاص رد 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 لا تتكود ها ها زين مهر راب اول انك انت انسدرت لا لا ما يستوي مشكله ها ايش عندك انت ايش عندك اي حليل حليل يا صلاح كله ولا توني يا توني توني يا توني توني هتصلت هلوي يا توني قبح الله تلوي هالجبيح يا توني نقدم لكم خدماتنا الطبية الجديدة لضيوف الاتحاد للطيران أولا يقدم طبيب الطيران الميداني خدمات متكاملة وتقييما شاملا لحالة الضيف الصحية قبل الرحلة سيزور طبيبنا الضيف المسافر في منزله أو في المستشفى لإجراء التقييم الطبي وتقديم شهادة الطيران وتصريح مؤهل صحي للطيران في اليوم ذاته ثانياً يجري ممرضنا المؤهل تقييماً للضيف قبل الرحلة للتأكد من توفر جميع النماذج والوثائق الطبية قبل السفر وفي يوم السفر يلتقي ممرضنا بالضيف بيته أو في المنشأة الطبية ويقدم له المساعدة أثناء الرحلة حتى يصل إلى وجهته النهائية لمعرفة المزيد عن خدماتنا الطبية الجديدة تفضلوا بزيارة اتحاد.com/meda كل الشكر والتقدير والعرفان ولو بشكرهم من اليوم لين 100 سنة قدام هاللي طرشوا لي يدعوا لي بالخير وطولة العمر والزود الرزج والبركة كلهم هاي البوي انا اطرش لهم ما يظهر تحت هذا اصنام الفيسات اطرش فيس حق اللي طرش ما روم ارد عليهم رد كامل رد كامل معناته بياخذ على الاقل 3 دقائق كتاب هاللي بيطرش له شكر او ارد له على الاقل نقطه من محيط من اللي هم مطرشينه فلذلك اي شيء يجيني بتلقطوني اطرش فيس مش ان تقصيرا في الشخص اللي مطرش الكلام الطيب هذا اني ارد عليه بس بفيس لانه تبارك الرحمن لو صديقي واحد كان رضيته وما شاء الله المرسلين والرسائل وايدة تبارك الرحمن فما اوبل اني اروم لاني ياخذ وقت وايد يعني 1000 رسالة تي في الساعة ولا نص ساعة فان تميت انا ارد على هالرسائل كلهن من كل رسالة 3 دقائق هاي روحن 3000 دقيقة يعني طاف اليوم حق 1000 ما بالك 10,000 و20 و50 و100,000 رسالتي من كل البلاد ف يعني السموحة من اللي أواعد أقول برد عليك ولا أرد والسموحة والعذر من جناب اللي أقول له بطرش لك رسالة ولا أراسله والسموحة والعذر من جناب سواء ذكر أم أنثى اللي طرش لي شيء ولا أرد أجاوب عليه أو أنه يسألني سؤال ويكون أنا طارح إجابته موجودة في على الانستغرام على اليوتيوب فلذلك أي شيء أي حبي يتخبر
عن طريقة خبز ولا عن طريقة دواء علاج أو شير أو أي شيء أنا أسوي في حياتي اليومية من استوى السناب من ابتدى السناب لين يومكم هذا أي شيء أي وما أجاوب عليه أنا هذا أكيد أن جوابي أسبتي هنا دون حط هذا حسابي في الانستغرام وهذا الأعراس اللي حضرتها والعزيات والبحور والبرور والمطاعم شرق غرب كل شيء يسويته في حياتي مسجل ثلاث سنين هاللي طافت كلها مسرود بوي كامل اليوم بيومه سعود السنة كم يوم 365 كل سنة نزل 365 فيديو كل فيديو ساعة وساعتين يوميا هذا ينزل على اليوتيوب شركة اليوتيوب قالوا بيخف علينا أبوي أنت يلا زين احنا الحين الله يحفظكم سايرين وين الاتجاه الى العتبة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله يغربلك ما بتحبش السناب براحتك ما يحب السناب ما بحبش تصور انت اخوك بالماء بس اي اروح فين انا لو سمحت ممكن نسولف قال لك لا ما يحب السناب لا وده ماله ده هو لما هو تحرني ما جيت الجيم جيت الجيم ابوي جيت الجيم يا غير ما شاء الله المكاين مزره هو ما تمرنت حديد اليوم سويت كارديو بس ليهن هذه الها مكايب ما سويت شو السبب جاي متأخر ما بيجي متأخر جاي الله يسلمك مالي خاطر على الحديد يا غير قلت بسوي كارديو يوم نضيف من البطيء وأبطأ وعدنا فانشغلت وياهم ف يعني هالي أشغلني عنكم بس واعتقد اليوم انه بيكون فيه شيء خروفة ان شاء الله اتوقع 90% يا خروفة يا قصة واحد من الاثنين اقولكم يا سأقول هذا ارمسكم اقولكم انه بعد خروفة اليوم هذا الريال اللي عدالي لحف راسه انا اتحرى واحد اجنبي يقول ترياها القصة اليوم ترياها لا اله الا الله بس انزين اظهر ويهك يا ابوك العرب تشوفك لا لا تمويه ما بطايق هب 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 كفو كفو يا ابو سعيد ما شاء الله ما شاء الله خطير خطير يا ابو سعيد ما شاء الله ما شاء الله خطير خطير يا ابو سعيد سلم ما شاء الله ما شاء الله هذا الشيبه شيبه بن سعيد القبيسي هذا الشيبه الله يحفظكم يغوص حياري حظير ماخذ حظه وحظ فريجهم وحظ بيتهم بكبره ماخذ جسمه جسم هله في الحب ما شاء الله عليه اقول لو يعق خيط بلية ييم بيضرب عنده ابوي حلالي ما بالله شعري اثنين اثنين
ما بقمر ظلمة بيعق ابدا الحظ اللي في الدنيا كلها عنده ما شاء الله عليه ابو سيد. بس يعني الفيديوهات بغيت ارويكم اياهم. منو شيبة؟ شيبة الله يحفظكم ربعنا صدقانا يعرفونه، هذا خال عيال هلال بن محمد القبيسي نو خذاير خال عياله. مساكم خير ونور وسرور. أبوي لا في على الخراريف ولا في على الدراريف اليوم، تعايست بيني وبينكم. وأول تباح قالين خروفة من الخراريف الكبار من خراريف هالمقيوين، وخروفة بعد ما كملت حتى أسبوع قميضة أن نحط وراها خروفة سيد، وهاي خروفة من الخراريف الواقعية، يعني قصة واقعية وحلوة كانت، وخليها شوية تأخذ لها أصداءها وخلاف عقب يومين ثلاثة بنعد خروفة من الخراريف الأوليات أو من الإيداد أو من الإجداد اللي هو ماشي مشكلة. المراد اللي تخبر عن دول عواجير، دول عواجير دول اسمه بلتون، بلتون طريقة استعماله بلتون، هذا غطاتين غطاتين يمزرونهم. أول شيء يمزرون الويل مال الانخلة، يمزرون الويل مقفل وشلوا غطاتين من اللي فوقها من مال القياس ماله وصبوهن دور ما دار الويل. نهار ثاني بتشوف العواجير ليه في الدنيا كلهم ظاهرات وميتات، دواء فعال قوي ما شيء اقوى عنه للعواجير، وايد زين وفنان وما شيء اقوى عنه. اسم الدواء بلتون، وجليل انك تلقطه حينه، اعتقد انه وقف ما شيء يمنه الله العالم، لكن وما عليك يقول لك بنعطيك البديل، البديل ما يتشاهد، واللي ما عنده بيقول لك ترى بن عندنا اللي شراته، اللي شراته خلي عندك، اذا عندك بلتن عطنا قولوا له. دوي بدوي للعاقور من ساس يقطعه، ودي وحده ودي وحده ضربه محلل، دوي بدوي ما يسوي وحده هنتين ما تثنيها دوي هذه. هاي وحده. الانخلة إذا إنها فيها رطب ويخرف ما تنعطى، الانخلة إذا ما فيها شيء من 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 الحمال تنعطى منه. الانخلة إذا إنها مخرة يعني بعدها بتنخرف مثل هلالي خصاب بعد شهرين ثلاثة بيوكل تروم تعطيها وهي انت حاط إنها فيها عاقور، لكن كاحترازي تريا من تخلص انت موسم الرطب عط النخيل اللي عندك كلهن، كل انخلة خاشوا المغرافتين من اللي فوق هاي القطاع مزره وصب دور ما دار الانخلة في الويل من يتزرمه، دوي بدوي اسمه بلتون.